تحياتي للجميع، ان شاء الله دائما وابدا تكونوا بخير وبصحه جيده وسلامه. منتخب سوريا فاز على موريشيوس بهدفين مقابل لا شيء، كانت مباراه الاولى لمنتخب سوريا والفوز الاول تقريبا اذا مو انا غلطان، اول مدرب بيجي من 9 مدربين تقريبا اذا مو انا مو غلطان بعد شتانجا يحقق فوز اول في اول مباراه له، يمكن شتانجا حقق فوز على اوزبكستان او تعادلوا مع اوزبكستان، ماني متاكد معلومه، ولكن المدرب الاسباني خوسيه لانا حقق الفوز الاول، وبصراحه باول تجربه له شكرا له، عمل يعني فين نقول عمل دافع معنوي للجمهور، عمل رده فعل للجمهور، عمل شيء ايجابي للجمهور، ايضا للاعبين، شفنا تغيير على القائمه، يمكن استدعاء محمود مواسو وابرز الاستدعاءات في القائمه تبعه. مباراه موريشيوس خلصت وانتهت، وشفنا المنتخب السوري، الكويت لعب مع منتخب الاردن، وكانوا المنتخب الاردني او جماهير او الاعلام الاردني ضامن المباراه بجيبته 5-0 اقل ما هنالك، فتفاجؤوا بمنتخب الكويت، ومنتخب الكويت غني عن التعريف اكيد، منتخب الكويت منتخب صعب وعنده نجوم وعنده مدرب قوي جدا وتعاقدوا معه من فترة وعرف يقرأ المنتخب الأردني وعرف كيف يجيب التعادل من قلب العاصمة الأردنية عمان. فاليوم أي فريق تلعب معه بدأ تحسب له 1000 حساب، الاستهانة بالمنتخبات أكيد حيكون نتائجها وخيمة مثل ما صار معنا مع منتخب مانيمار، وقت لعبنا مع مانيمار أو ميانمار سجلوا علينا هدف وتكتلوا دفاعيا والله من عنده بعث لنا الهدف، هدف التعادل، يعني لولا الهدف التعادل كانت فضيحتنا مسجله بالتاريخ لتاريخ هذا اليوم، وهي فضيحه بشكل عام ولكن ليس بتاريخ، ليس بفضيحه الخساره، فضيحه التعادل ارحم بكثير ما انك تكون بفضيحه خساره من منتخب مثل ميانمار. ايضا المدرب اليوم يعني شايفه انا هدوء، شايفه اليوم بعد شوفوا الجولين وسجل مواس هدف وسجل عبد اللطيف، يعني تخيل انت اليوم المدرب هادي ولا كأنه شخصية المدرب بالملعب، يعني تدل انه اليوم عندك ما فينا اشيد فيه وامدح فيه، انا ما احب امدح المدربين بصراحة ولا اشيد المدربين ولو بيلعب 10 مباريات، مدرب له شخصية، شخصيته بتنعكس على اللاعبين، اسلوب المدرب ايضا بينعكس على اللاعبين، هدوء المدرب بينعكس على اللاعبين، يعني العصبيه والشوبره والقصص نشوف هاي مع اللي شفناها سابقا مع كبر والحضري وست على الخط واقفين، 6 موجودين كانوا على الخط بوقتها، فيعني ما تجيب نتيجه هاي القصه، ما بتجيب نتيجه بنوب.